شرعت اليوم ولاية تندو في توزيع السكنات على مواطناتها ومواطنيها، وكانت العملية دارت في ظروف جيدة، وبلغ عدد السكنات 638 ساكن. وفي إطار كذلك في إطار هذه المناسبة وبهذه المناسبة أغتنمها لأطمئن المواطنين بأن هناك برنامج معتبر سيتم توزيعه في المناسبات الأخرى، بحيث تم وضع الحجر الأساسي لحوالي 600 سكن اجتماعي، وكذلك هناك قطع أراضي وكما بما يسمى البناء الريفي يتمثل في 2450 سكن. مؤسسة صنع الغاز مديرية توزيع تندوف قامت بربط 638 وحدة، طبعا تمويل بالطاقة الكهربائية والطاقة الغازية. احنا فقط ننتظروا في انه المستفيدين يتصلوا بالمديريه بالمصلحه التجاريه حتى يتسنى لنا وضع الاعدادات اللازمه لكل مستفيد.